أنا من أسرة فقيرة من محافظة إدلب، بدأت عمل في تربية المواشي منذ 40 عاماً. تطور هذا العمل، كانت بداية صعبة جدا، وحتى بدأت في حوالي 18 رأس كان المبلغ رأس المال مستقرض قرضة، وتطور النجاح تراكمي من نجاح إلى نجاح، حتى وصلنا عام 2011 كان عندي حوالي 3000 رأس في حلب قسم، مربط في حلب ومربط في إدلب، وكنت وزع للمولات والقصابين توزيع لحم. لكن 2012 الشهر الثالث انتقلت إلى تركيا. تركيا واجهت بعض الصعوبات في البداية، لكن الله وفقني بشريك أخ تركي، قمنا شركة في تركيا منذ عام 2012، نهاية 2012 كانت شركة رائدة، وبدأنا توزيع اللحوم في محافظة هدايا. الآن عندنا أكثر من 5000 إلى 7000 رأس في تركيا، عمل متكامل منذ تربية الخلاف من البداية حتى توزيع للقصاب. نزلنا على سوريا أنا وشريكة التركي، وجدنا بيئة مساعدة جدا للاستثمار، يد عاملة كثيرة جدا ومتحفزة للعمل. الآن عندنا حوالي 30 عامل بين قصاب ومربي ومساعد قصاب. الرؤية عندنا أن نساوي أكثر من 200 قصاب بعد تأهيلهم طبعا. عندنا رؤية أنه نوسع عملنا ونعمل أفرع أكثر في أكثر من مكان، نطبق نفس النموذج الشركة التركية اللي عملناها بتركيا، أنا وشركة تركيا واثنين من المحرر شركائنا أيضا. أقمنا مشروعين، مشروع في بنش ومشروع في باتابو، تربية أغنام. الآن عندنا 1500 رأس، رقصنا، عملنا سجل تجاري، سجل صناعي، رقصنا عند وزارة الاقتصاد مسلخين، سميناهم اطمئن، اطمئن، وحققنا كل أسباب الاطمئنان للمطاعم والمصالح والزبائن. وأيضا صدرنا منذ أكثر من شهرين 1800 رأس إلى الكويت، والآن كل ما أتيحت الفرصة رح نصدر إن شاء الله من المحرر إذا كان الأمر يساعد المحرر وينفع المربين الأغنام في المحرر.